الأول إيه القرار اللي حضرتك أخذته أثناء رئاستك للجامعة القرار وندمت عليه؟ ولا قرار. طيب إيه القرار اللي كان المفروض تاخده وما خدتوش؟ القرار اللي كان المفروض أخده وما خدتوش، طبعا هدم المباني المستحدثة في جامعة القاهرة المستحدثة وإعادتها إلى صورتها شوهت الجامعة إلى صورتها. طيب والكليات ديتي تروح الفرع 6 أكتوبر ويرجع جامعة القاهرة زي ما كانت. ده أنا كان نفسي أخد القرار. ظلمت حد يا دكتور؟ لم أتعمد ظلم أحد. لم تتعمد أبدا. ولكن طيب اتظلمت من حد؟ نعم اتظلمت من حد؟ أعتقد اتظلمت في الفترة الأولى ولكن خدت حقي بعد كده. يعني ربنا جبر بخطر. تجربتك دي مين الشخص اللي تقول له شكرا ومين الشخص اللي تقول له حقك عليا؟ الشخص اللي اقول له شكرا هو المجتمع، هم المجتمع الاكاديمي في جامعه القاهره، اعضاء التدريس والهيئه المعاونه والعاملين والطلاب. ومين الشخص اللي تعتذر له وتقول له حقك عليا؟ زوجتي واولادي. ظلمتهم معك جدا. ظلمتهم معك جدا. طيب وانت عضو في لجنه الخمسين، هل ترى بنعم ام لا؟ هل ترى هناك ضروره لتغيير ماده فتره الرئيس في الدستور؟ ده سؤال كمين ده. لا والله أنا عايز خالص أقولك لا انا خالص. عايز اقول لك حاجه، شوف ممكن يبقى مطب مش كمين. لا اللي انا عايز اقول لك اي دستور، اي دستور بي 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 بيحدد طريقه تعديله والواقع. أي دستور يحدد طريقه تعديله هذا الدستور ومبررات تعديله ومبررات تعديله. هذه المساله لا يمكن ان يعني ان هي تخضع لي انا مش برضو مش فاهم سؤالك. هل انت يعني انت بتتكلم على ان انت تعدل مده الرئيس بزيادتها او بفتح المدد؟ لا مش بفتح المدد. يعني في اقتراح تقدم بيه 20 نائب من ائتلاف دعم مصر في البرلمان بالنظر في فتره الرئيس مش المدد. اعتقد المدد ان الكلام سابق لاوانه، لانه شوف الكلام سابق لاوانه لان ما زال امامنا مده اخرى للسيد الرئيس. يعني هل يمكن تحييه؟ هل يمكن ايه؟ هل يمكن يحصل؟ اللي هو ايه؟ التعديل؟ ما انا بقول لك كل دستور قابل للتعديل. قابل للتعديل. قابل للتعديل يعني يمكن ان يحدث. طيب.